السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوجل أعلنت عن بيكسل 9، الكلام ده كان امبارح 13 أغسطس 2024. المفروض إن الموبايل ده هيكون مدعم بالذكاء الاصطناعي، يعني هيكون داخله جواه الجيميناي ومرتبط بيه كل أساليب الذكاء الاصطناعي، وكمان هيبقى جواه جوجل تي في، تمام، الذكاء الاصطناعي، بحيث إن أنت ممكن مثلا في فيلم معين تتفاعل معاه، ممكن في فيلم مثلا قبل ما تتفرج عليه تسألهم طب ادوني ملخص للفيلم ده عشان نشوفه حلو ولا لا، تبدأ تتكلم كده مع الذكاء الاصطناعي بحيث ان هو هل تنصحني بالفيلم دوت، طب هل الفيلم ده فيه مشاهد عنيفة، طب هل الفيلم ده ينفع اتفرج عليه مع صاحبي، طب ينفع تخلينا نتفرج على الفيلم ده من غير اي لقطات وحشة وكده وهكذا. فلسه هنشوف الحاجة ديت ان شاء الله اول ما تنزل، لكن هو جوجل اعلنت عنها. بحيث ان انت تستخدم الذكاء الصناعي في الموبايل بتاعك على طول مباشرة. بحيث ان المساعد الشخصي بتاع جوجل هيكون معتمد على الذكاء الاصطناعي. اتمنى يكون فعلا في امكانيات حلوة ويكون في قدرات حلوة، مش مجرد ان هم مسطبين البرامج، لان في موبايلات كتير اتباعت انها بالذكاء الصناعي والفكرة كلها ان هو مسطب لك البرامج. فنتمنى يكون البرنامج بشكل اقوى، بالبروسيسور بتاعه والرامات والحاجات دي كلها تكون قوية، بحيث ان احنا نشوف امكانيات اقوى باذن الله. نستنى ان شاء الله نستجربه واحنا نجربه ونقول لكم هل فعلا زي ما احنا بنتمنى ولا لا.